عاملين ايه النهارده؟ هعمل معاكم كريم للشعر الخشن. الطريقه سهله وبسيطه والمكونات موجوده في البيت. الكريم هو عباره عن سمنه، بس لازم اسيحها بالشكل ده، وزيت، زيت زيتون او اي زيت، زيت جرجير، خروع، سمسم، ودي مجموعه بنات مجموعه زيوت انا جبتها، هجربها واطلع اقول لكم جابت نتيجه ولا لأ. وده زيت عطري عشان يدينا ريحه حلوه للكريم. الطريقه سهله جدا، هحط سمنة، بس لو انا هحط سمنة يعني لازم السمنة تكون اكتر من الزيت. اهو يا بنات، وهحط الزيت العطري عشان يديني ريحة حلوة، بس عشان السمنة مع الزيوت دي بتبقى ريحتها مش حلوة. وهو يا بنات شكل الكريم بعد ما اتحط في الفريزر واستخدمه بعد الشاور على طول. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، ولو اول مرة تشوف القناة ما تنسيش تشتركي فيها، بيكون في شريط احمر تحت الفيديو دوسي عليها تشتركي فيها. واشوفكوا على خير.